ما تزال عملية تحرير الفلوجة بمحافظة الأنبار مستمرة لتحريرها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. القوات العراقية والتي تواجه مقاومة شرسة من قبل تنظيم داعش تحاول التقدم في اتجاه وسط الفلوجة في الأثناء التي لا يزال فيها حوالي 50,000 مدني عالقين في المدينة. ويقول قائد عملية تحرير الفلوجة في هذا السياق: حاليا هاي المنطقة النعيمية والعمليات مستمرة، والتقدم باتجاه مركز الفلوجة أيضا مستمر، والاشتباكات جارية، والإسناد الجوي أيضا من التحالف الدولي والقوة الجوية مستمر. الموجودة هنا قطاعات الشرطة والجيش وجهاز مكافحة الإرهاب. معركة الفلوجة كانت قد بدأت في 23 مايو أيار الماضية، وأشاد بمرحلتيها الأولى والثانية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادية، والذي استرسل قائلا إن المدينة ستحرر قريبا وبأقل الخسائر. تأتي هذه المستجدات الميدانية في الأثناء التي أعربت فيها الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مصيرية 20,000 طفل في المدينة يواجهون مخاطر التجنيد القسري من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.